بدون رتوش مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، رمضان النجوم. اهلا بكم معانا وحلقه جديده او الحلقه الاولى من برنامج بدون رتوش، واللي هيكون موجود معاكم طوال شهر رمضان من الحد للخميس من الساعه 10 مساء للساعه 12 بعد نص الليل بتوقيت القاهره الساحرة. برنامج بدون رتوش هو باين جدا من عنوانه، البرنامج باين من عنوانه، يعني بنسأل كل الأسئلة ومتوقعين دايما أن الأجوبة تيجي بدون رتوش بمنتهى الصراحة بلا أي تردد. ضفتنا في حلقة النهاردة دائما ما كانت مثيرة للجدل منذ أن رأيناها أو سمعنا اسمها، كويس؟ اشتغلت بالفن في وقت مبكر جدا من عمرها، ولكن ما تقدرش تقول عندها حجم كبير جدا من الأعمال الفنية. ليه؟ هو كده لأنها بتشتغل بمزاجها أو زي ما هي هتجاوب. ليها بعض التصريحات والأراء كانت مثيرة للجدل بشكل أحيانا أخاف البعض، ومنها تصريحات تتعلق بالسيدة عائشة زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام. هتكذبيها يبقى هنتكلم فيها بعد شوية. لم تتوانى أو تتراجع في الدفاع عن النظام الحاكم في سوريا والرئيس السوري الدكتور بشار الأسد. إذن رغدة، كل سنة وانت طيبة. وانت طيب يا جو، انت مفاجئني النهارده بس بحاجه، واحنا في شهر رمضان إيه سنه وانتم طيبين، ان انا ليا تصريحات احب البعض اللي يصطاد في الميه العكره زمان لا، وانا طلعت ووضحتها وموجوده على اليوتيوب انه حب يصطاد ويقول لك ديت بتتكلم عن السيده عائشه، حاشا لله يعني، دي واخد بالك. انا كنت في قصيده زمان اللي اثارت المشكله، مش القصيده هي الحقيقه، كان في حصل حادثة كده في الأوبرا، كان اعتداء يعني بقصد القتل يعني من بعض يعني الأشخاص اللي كانوا ممولين أصلا، عرفنا بعد كده من الخارج، واخد بالك، إنما استغلوا فرصة وجودي أو تواجدي في الأوبرا وأنا بلقي قصيدة وتجمعوا هناك. فأنا كنت بقول في مقطع في القصيدة، وأنا وضحت ده مع وائل إبراشي ساعتها أياميها، بحكي عن أنهم على اللي هم مدعين الـ يعني الخلافة زي ما هم حابين يعني، واخد بالك، وحابين يعملوا أوصياء علينا. فلقيت بقول له دولت يعني بما معناها أنهم يبيعوك يعني أي حاجة في التاريخ الإسلامي، منهم أبو هريرة وست حتى وستنا عيشة، وهي دي عيشة، هي دي عيشة، انتبه تفرق. فكان في سياق القصيدة عملوا بقى ايه زي لا تقربوا الصلاة، قطعوا دي وخدوها، لا وخدوا كلمة عيشة، عيشة من الحياة، عيشة يعني من العيشة. بالعكس أنا يعني، أنا كنت يعني واخد بالك يعني، بالعكس أنا بقول إنه دولت يعني حتى نساءنا الصالحات ورجالنا الصالحين اللي منهم أبو هريرة انهم مستعدين هم حتى يشوهوهم. ده اللي كان قصدي يعني، ده كان القصد. طبعا. طيب خلينا قبل ما نخش في الكلام اللي هو دايما هيبقى، كل سنه وانت طيب يا يوسف، ومبروك عليك البرنامج، مبروك علينا، وانت جدير بانك تعمل في اي منطقه تكون تتواجد فيها، انك جدير انك تضويها وتنورها. هو بيني وبينك انا لازم اشكرك على انك كنت موجوده معانا النهارده وفي اول حلقه، وقلت لي انا جايه لك انت دعم، انا جايه لك مخصوص، ربنا يخليك. انا مش عارف اقول لك ايه، لا مش دايما واقفه في ظهري كده ان شاء الله. قولي لي اخر اخبار المسرحيه ايه؟ شغالين احنا بروفات، بقالنا كتير بروفات، بقالنا كتير، معلش ظروف حصلت يعني، اتغير علي الكاست مرتين الحقيقه، ابتديت من اخر الصيف اللي فات، بس العمل يستحق الحقيقه، حتى لو وقف انا نفسي طويل يعني، ما بنهزمش بسرعه، عنيده جدا يعني، مش لمجرد انه حصلت اعطال او توقفات فاقول خلاص، لا انا زهقت، انا ما بزهقش من حاجه انا حابة اعملها، بكمل فيها للاخر، وان شاء الله نفتح يعني بكتير على العيد، على العيد الصغير، الصغير ان شاء الله. هنعمل بروفات من نص رمضان، نعمل نخلص اللي يعني، هي تقريبا المسرحيه جاهزه، ديكورها جاهز، ملابس، هو شغال دلوقتي محمد عمر المخرج شغال مع الموسيقى،
ونفتح على العيد ان شاء الله. بس عمل يستحق يا يوسف، عمل يستحق. اكيد اكيد. الخمس سنين اللي فاتوا شاهدوا تقدري تسميها احتدام سياسي في دول عربيه كتير، مصر، سوريا، أكيد. ليبيا، اليمن، العراق، زاد الطين فيها كل حته، في ليبيا، في اليمن، المنطقه كلها يعني، بس ما عدا الممالك يا اخي. سبحان الله. سبحان الله. طب قولي لي، عشان دي دول اصلا عندها ديمقراطيه وعندها برلمانات وعندها حمائم الـ يعني الـ حمائم السلام والديمقراطية وحرية الرأي، كله بتطوف في كل هذه السماوات كله. شفت النهاردة انتخبوا رئيس مجلس الشعب، أول مرة تحصل رئيس مجلس الشعب في سوريا سيدة. ده شيء عظيم طبعا، ده شيء عظيم جدا. تعرف أنا متوقع أنه هيحصل رئيس مجلس الشعب سيدة في الكويت، متوقع فيها قريب. ممكن هتبقى، بس هي كانت سباقة يعني الحقيقة سوريا في هذا القرار، شيء جميل يعني. مواقفك السياسية هي سبب في قلة الأعمال خلال الخمس سنين اللي فاتوا، ولا رغدة هي السبب ومش عاوزة تطلع في حاجة بمزاجي؟ بص، مش آخر خمس سنين، آخر عشرة. آخر إمتى حصل حصار العراق؟ العراق احتلال 2003. لا لا، مش ده الغزو، الغزو والاحتلال. لا، قبل حصار العراق حصل من بعد من بعد حرب الخليج الثانية مباشرة. بالضبط. أنا من أياميها أعمالي قلت. ليه؟ لأنه كان كل حد راح العراق، أول ثلاث أسماء اتحطت في البلاك ليست، في المقاطعة، مقاطعة أعمالهم، مقاطعة أي شيء بيعملوه، كنت أنا وخالد يوسف ويوسف شاهين، لأن كنا على رأس وفد بري إلى كسرنا الحصار، كان أول وفد عربي. فطبعا أنت بص يعني في مواقف ما تقدرش تبقى حيادي، استحالة. هتروح يمين هتتهاجم من الشمال، هتروح شمال هتتهاجم من اليمين، أنت تختار. فأنا اخترت، فقطعت أعمالي في دول الخليج، قعدت سنين طويلة. بعد شوية قامت الحرب مع العدو الصهيوني. فين؟ في لبنان، في الجنوب. فأنا كنت على أرض المعركة، أنا كنت تحت القصف معاهم في الضحية التي كانت تدك، الضحية الجنوبية. حضرت الحرب 2006 طبعا، العربية الوحيدة برضو كنت على الأرض، كنت تحت في الضحية الجنوبية، وكنت بوصل ساعات للغازية، ودي أخطر منطقة عشان نودي الأطفال هناك الجربر يعني المستلزمات، وبالليل أرجع بيروت لحديقة الصنايع مطرح ما هم النازحين بقى نحل مشاكل يعني. إيه اللي يوديكي الجنوب في لبنان تحضري الحرب والقصف؟ أنت فنانة، ليكي اسمك وليكي سمعتك وليكي مكانتك وليكي محبة موجودة عند الجمهور العربي، سيبنا من الأنظمة. فعندك رسالة تقدميها بأعمالك، إيه اللي يوديكي الحرب؟ اللي يوديني إن أنا مواطن، أنا مواطن عربي، شغلتي فنان، شغلتي فنان. أنا جاوبت على السؤال ده كتير قوي يا يوسف، بس معلش أكرر الإجابة للتذكرة. أنا قبل ما أكون فنان أنا مواطن، مواطن مهموم بقضايا أمته، مواطن بدفع ضريبة. أنت مش وانت قاعد في شقة ولا في عمارة أو في كومباوند حتى بتدفع صيانة بتدفع وبتدفع ضريبك في البلد طبعا. طيب يعني أهليتك كمواطن لازم تكمل تبقى صح. انت كمواطن عربي مش هتقدر يعني، في ناس طبعا بتشتري دماغها، انا مش من النوع ده من زمان على فكره، من في مواطن مؤهل على فكره، بس مش من حرب العراق، لا لا، من قبل، من قضيه من الانتفاضه الاولى، الله يرحمه، من ايام العظيم سعد الدين وهبه، لما كنا بنعمل المال، كنا بنعمل امسيات وبنعمل فعاليات الانتفاضة، كان محمود درويش بيجي وكان سميح القاسم وبعود معاهم، من الانتفاضة الأولى، ثم الانتفاضة الثانية، ثم حصار العراق، ثم حرب لبنان. فمع كل خطوة بتتحركها واخد بالك كمواطن، شغلتك الفن لابد أنك تدفع أنت ضريبة، ناس ترضى تبقى معاك وترضى عنك، وناس مش هتوافقك ومش هترضى عنك، وانت ليك الخيار في كل الأحوال، مش هترضي كل الضريبة بتاعتك بتدفعها رضا الجماهير، لكن ليه تروح تقعد على خط نار؟ مش شغلتك. لا انا اول سؤال كنت عاملة قبل حرب لبنان برنامج مع طوني بارود مذيع الاعلامي طبعا، كنت عاملة برنامج قبلها بكام شهر اسمه اخترعنا البارود، اسمه كده،
فكان برنامج لطيف من احلى البرامج اللي انبسطت فيها، لما فيهاش بقى سياسه ولا فيها حاجات جد، كان برنامج لطيف خفيف. وانا عندي صداقات، انا من وانا طفله في بيروت، انا اولادي تقريبا ربيوا في بيروت، يعني رايحين جايين، ما بروحش اوروبا، قليل جدا اروح بيروت. عايزه يعني عندي صحاب كتير جدا من كل الطوائف ومن كل المناطق كله، فمش معقول يعني لما اروح يعني اشاركهم افرحهم ولياليهم الملاح ولما يبقوا في نكبه ما تروح لهمش. لا، فاول حاجه لما وصلت على الحدود السوريه اللبنانيه، دخلت الحدود اللبنانيه، فبكلم احد الاصدقاء هناك، قلت لهم انا وصلت. قالوا لي وصلتي فين؟ ايه اللي جابك؟ قلت لهم عشان اشم ريحه البارود. مش كنت عامله بقول لك اخترعنا البارود؟ قلت لهم مش معقول يعني اكل صحن التبول مثل ما بيقولوا واجي عند البتاع ما اشمش البارود معاهم. يا كله يا مفيش داعي. انا بص، انا تركيب رب خلقني كده، يا يمين يا شمال، النص ده انا ما اعرفوش. تعالي نسمع فيروز فاصل كده أربوك، وبعدين نشرب فنجان قهوه. كيفك انت؟ وبعدين عايزه كيفك انت ولا عايزه ايه؟ قولي لي. انا فكرت في حبيتك تنسيت النوم، لو عايزه حاجه تانية قوليها دلوقتي. كيفك انت؟ كيفك انت؟ طب تعالوا نسمع كيفك انت، ماجد هيحضرها لنا اهو. فعلى ذكر فيروز وعلى وجودك، وعلى ان انا الحقيقه دايما استمتع بانه اول اغنيه في اي برنامج بقدمه لازم تبقى فيروز، مش اي حد تاني. كيفك انت؟ ونكمل الكلام في بدون رتوش مع رغده. بدون رتوش مع يوسف الحصيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه معاكم في بدون رتوش، ضيفتنا الرائعة العزيزة جدا رغدة. موقفك السياسي المؤيد للنظام الحاكم في سوريا ممثلا في رئاسة الدكتور بشار الأسد بيخليك تدفعي ثمن غالي، لكن انت قلتي حاجة مهمة جدا، قلتي انه انا مع اي حاكم عربي ضد اي عدوان خارجي واي تدخل خارجي. حلو جدا. وهذا ما حدث في كل الدول العربية. طيب دلوقتي احنا في عندنا ما يطلق عليه ايزيس او الدولة الاسلامية اللي بدأت الاول داعش ومش عارف ايه، واصبح في عندنا النصرة واصبح في عندنا كذا فصيل. ايه السؤال يا جو؟ ايه السؤال؟ السؤال انه طيب لو كان حصل تداول ديمقراطي للسلطة من البداية ما كنا استغنينا عن داعش واستغنينا عن النصرة واستغنينا عن كل الحركات الارهابية ده؟ لو، انما لو قصادها كان هيحصل غير كده، كانت اوريدي يعني مهيئة الامور انها تتقسم، تتفتت سوريا الفسيفساء السوري اللي هي اللي هو موجود في سوريا كان مجهز تماما، مجهز ازاي هيتفتت. كل حد كان عارف هو هياخد اني منطقة. لو كانت الدولة السورية، لما نقول نظام، انا مع النظام، يعني ايه مع النظام؟ ومن بداية 2011 قلت الكلام ده، من البداية خالص، بداية الاحداث. النظام يعني مؤسسات دولة احنا ملكينها، فما تقوليش انا ضد هدم المؤسسات، انا مع ثوابت اي وطن. هل التداول الديمقراطي يهدم المؤسسات؟ ما انا هقول لك اهو، استحالة كان يحصل ده، استحالة، لانه اوريدي كانت الامور كانت يا يوسف الانفاق محفورة. كان الا بقى لو كان التداول الديمقراطي هيبقى من عبر الأنفاق اللي اتحفرت من بدري. ليه عبر الأنفاق؟ عبر انتخابات تشريعية وعبر انتخابات رئاسية؟ أنا بسطها لك يظهر ما جمعتهاش. هقول لك، سوريا عائمة على أنفاق ها؟ ده قبل الأحداث، قبل بداية الأحداث، من الجنوب، من الأردن، من بعد غزو العراق. طب ده يعني إن أنا في عندي مشكلة في المؤسسات أمير السورية. قطر، بص أكيد في فساد محافظين، يعني مش معقول كان مثلا محافظ حمص اللي هي ومسؤول عن تدمر ما كانش عارف انه أمير قطر لما راح هناك هو والموزة بتاعته وقعدوا هناك وعملوا قصر هناك، انه عمال بيربط هناك مع بعض العشائر وبعض على كل ما يريد ان يحدث فيما بعد. كانت فين المؤسسات وأجهزة المخابرات السورية اللي كانت طالما يتم التشدق بقوتها وقدراتها وما إلى ذلك؟ ما بلاش كلمة التشدق ديت، مين ما هو لو اتعملت أنفاق، اتعمل أنفاق واتحفر،
اسمع بس يا يوسف، انت نفسك، انت نفسك وانت، واحنا عارفين الهدف اصلا من هدم الدولة السورية، وكل اللي احنا قلناه، مين اللي احنا، احنا الواعيين لما كان سيحدث وحدث في سوريا، اتهاجمنا لما دخنا، لكن فيما بعد عرفوا انه احنا بنتكلم بوعي، لا لينا مصلحة ولا لينا اي هدف غير انه وعينا كان مؤشر للخراب اللي حصل للدول العربية ومنها سوريا. انت بنفسك طلعت في برنامجك وتكلمت عن مسألة الغاز، صحيح؟ ودي يعني ما هيش خفية، كل المحللين وكل الناس عرفت الغاز القطري، علشان الناس طبعا الغاز القطري اللي كانت عايزة يمدوه عبر الأراضي السورية فيضربوا فيها مصالح روسيا. وأنا قلت من أول شهرين ومسجل ده وموجود على اليوتيوب مع توني خليفة، قلت سوريا هي البوابة الشمالية لمصر، ده كان في الشعب يريد، مش كده مع توني؟ أيوة. وقلت إنه سوريا وضعها خاص جدا لاعتبارات كتيرة قوي، كل اللي أنا قلته ده ما قلتوش من فراغ، وده اللي حصل. فيما بعد حصلت اعتذارات كتيرة جدا لإعلاميين استضافوني وهاجموني على الهواء، قالوا لي احنا ما كناش واخدين بالنا ان الصورة فعلا كده. مش بيقولك جحا أدرى بشعابها، او اهل مكة، اهل مكة أدرى بشعابها؟ لا، وفي مثل برضو جحا، مش عارفة، في جحا اولى بلحم طوره. لا 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 لا, لا, لا في حاجة تانية غير جحا اولى بلحم طوره، واخد بقى، واحنا بقينا فعلا اولى بلحم طورنا لما بياكلوا اللحم اخواتهم يعني. هم شهداء يعني. اهل مكه ادرى بشعابها، مش كده؟ انا صحيح بقى لي 35 سنه في مصر ومعايا الجنسيه المصريه، وانا في النهايه يعني مانيش شفنيه او عنصريه، عربيه، انا عربيه دايما، يقولوا سورية اقول لهم عربيه، يقولوا مصريه اقول لهم عربيه، للأسف تربيت على كده ومش عارف أتغير. أنك مواطن عربي. أنا مواطن، أنا عبر للحدود، كائن عربي، كائن عربي، هي الحدود أصلاً أنا غير معترفة بيها أصلاً، كويس؟ فكانت الحدود هتترسم من أول وجديد لسوريا، دولة كردية، دولة تركمانية، كله، ما هو أهو الأكراد دلوقتي عايزين بالتنسيق مع أمريكا ياخدوا جزء من سوريا ويعلنوا بيها زي ما حصل في العراق. لا لا. مش حصل كده؟ فبتقولي تداول ديمقراطي، وجاوبتك إذا كان تداول الديمقراطي ده كان حياتهم عبر الأنفاق، ده موضوع تاني. قد كده ضحايا دلوقتي، ضحايا حرب، والحرب فيها فوضى وفيها مدنيين بيروحوا رايحة. طب خليني أشوفها من لكن زاوية في النهاية معك. لكن في النهاية، ما أنا هقول لك حاجة في النهاية بس عشان أقفل قوس الكلام، كان أرحم، أرحم مما كان سيحدث لو كان فعلا سقطت المؤسسات. لو كانت سقطت المؤسسات، ها، كانت الدنيا ما كانش في حاجه اسمها سوريا، ما كانش في حاجه اسمها سوريا. دي الحلقه اللي طلعت فيها مع طوني، كان لسه الاحداث. الله يرحمه حافظ الاسد الذي صنع سوريا، هذا الرجل قالوا اشتغل لمجده، نعم، واشتغل لمجد سوريا، حائط السد هي سوريا، افهموها بقى. انا ضد الفساد، نعم هناك فساد وهناك تجاوزات كثيرة وهناك أشخاص موجودين في السلطة عبء على رئيسنا، نعم. مثلا هل لديك الجرأة أن تسمي؟ أنا ما نزلت لسه، بس أنا بقولك، هل لديك الجرأة أن تسمي من هم الفاسدون الذين يؤثرون سلبا أنا على الرئيس 31 بشار الأسد؟ سنة، اسمعي، نعم. يا توني، أنا صار لي 31 سنة برا مصر، برا سوريا، في وطني الثاني مصر. 31 سنة ما حدا بيقدر يزايد علي بشي، ما حدا بيقدر لهون ولا هناك. سوريا أنا ما دخلت 31 سنة، مين اتغير مين شال، لكن تصلني أخبار وأعرف. أنا في يوم من الأيام في سوريا بعد حرب بيروت وأنا نازلة من هناك، حصل نقاش بيني وبين مجموعة من المثقفين، فقعدوا يتفزلكوا ويتصفصطوا، وإنه قالوا في معارضة خارجية يجوا لسوريا يعارضوا، ما يعودوا لي برا ويعارضوا، مثل المعارضة السورية اللي كانت من كم يوم تبع حليم خدام اللي سرقناها بالبلد كلها، وقاعد في باريس وقاعد مع الإسرائيليين وقاعد بعض رموز الإخوان المسلمين. أوكي. مع ديفيد. بس أين كنتم عندما كان عبد الحليم خدام نائبا للرئيس السوري؟ بصير بيتغير. إيه؟ كنت واضحة جدا، أنا ضد الفساد
وضد في بعض الأشخاص الفاسدين منهم كان كل الفاسدين هربوا خدوا الفلوس البلد وهربوا. فيه بيحصل. مين اللي سابهم يفسدوا ومين اللي تركهم في موقعهم في السلطة؟ يعني بص دي اعتبارات داخلية يا معرفش. أنا الكواليس يا يوسف. طيب. أنا عايشة هنا. انت أنا في التوتل. أنا في عنوان بيصف نفسه كمواطن عربي وأنا يمكن بحكم معرفتي أنا أدافع عن عنوان كدا. عن عنوان أنا قلت حتى في البرنامج هنا أنا ضد التدخل الناتو في ليبيا. كويس. ضد أي تدخل خارجي في أي بلد عربي. ما كنتش ضد توريث الحكم في جمهورية؟ كان له ظرف خاص جدا عايز تعرفه أقوله لك. اللي أنا عرفته بس أكمل لك. بس ليه أنا ضد التدخل الخارجي؟ لأن كنت عارفة والله ليست بنبوءة لكن كنت متأكدة إنه في تدخلات هتحصل كثيرة على أرض سوريا. وفي هذا البرنامج تحديدا قلت جملة: الصراع ليس على سوريا، الصراع سيكون في سوريا. وهذا ما حصل. الصراع الدولي قوتين متحاربتين عمال بيروح فيها دم السوري. قوتين كبار دول ليهم أتبعهم ودول ليهم أتبعهم ويدفع تمن الشعب السوري. طيب رغدة اللي طالما سألت بتدفع ايه قلت تمن. حاجة بقولك ضد التوريث. انا طبعا اكيد ضد التوريث الا اذا كان هناك ضرورة. ايه هي كانت الضرورة وقتها؟ ايه على حد معلوماتي او على حد انا معرفت انه كان هناك رفعت الاسد. اصلا رفعت الاسد اخو الرئيس حافظ الاسد كان مطرودا برا سوريا لممارسات كثيرة. وكان يهيئ نفسه، كان مسؤول عن حاجة على ما أظن اسمها سرايا الدفاع أو حاجة جيش يعني. وكان يهيئ نفسه للإمساك بزمام السلطة. وكان هناك ظرف، في هذا الظرف كان لابد أن يوضع شخص مسالم، شخص ما عندوش النزعة السلطوية، فاتحط فيها الدكتور بشار الأسد. أن يأتي ابن خليفة ده مش موضوعي دلوقتي. تختلف كثيرا عن أنه يأتي الأخ خليفة لأخاه يعني. بص طيب بص هتفرق إيه بقى؟ ما أنت حتى الممالك، الممالك عندك. طب ما احنا كده قلبناها مملكة وإنت معترضة على حكم الممالك. بغض النظر أنا بص أنا بقولك ده كان ظرف خاص، كان ظرف خاص. أنا لا أدافع ولا. وعلى فكرة أنا لما بقول أنا مع ثواب الدولة، مع تماسك دولة بما في جيشها علمها السوري، علمها السوري مش علم الانتداب اللي كانوا شايلينه المعارضة، مع رئيسها اللي موجود، مش معنى كده أن أنا ما عنديش تحفظات على ممارسات. في عناوين يا يوسف، في عناوين. وانت عارف أنه العاصفة تسونامي هجم عليك، تقف مع دولتك لغاية ما تعدي الأزمة ولا أنت تقعد تحفر. يعني أقدر أقول أنه رغدة تتحفظ على مسألة توريث الحكم ولكن الظرف بالنسبة لها لا يسمح. لا 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 ده خلاص خلصنا منه. إحنا دلوقتي بص بعدين بيقولك إيه، يقولك في الحرب، في مثل سوري، في الحرب ما تغير خيلك. في الحرب ما تغيرش الخيل، ما تغيرش خيلك، ده الطبيعي. غير انك انت بقول لك اهو احنا فضلت جنسيه ما دخلتش تتصارع على ارض سوريا. يعني هو ده تدخل ايه؟ تدخل ايه وتدخل مين؟ طيب 34 سنه بره سوريا. 35 نتكلم فيها شويه بعد الفاصل. قوي يلا بينا. بدون رتوش مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه معاكم في برنامج بدون رتوش. ضيفتنا العزيزة رغدة، 35 سنة برا سوريا. في ناس تقول طيب أهل مكة زي ما انتي قلتي أضرب بشعابها، و 35 سنة بعيد، سيب اللي جوه هم اللي بيعانوا وهم اللي بيعترضوا وهم اللي مش عاوزين وما إلى ذلك. وأنا كأنه ما بعانيش. تعرف اللي البعيد بيعاني أكتر من اللي جوه. مش أنا نزلت، أنا هنا ما كنتش لسه نزلت، كنت جاية من لبنان في اليوم الحتة اللي تعرضتها.
جيت له من مطار بيروت على مطار قاهرة، ورحت نازلة بيروت، رحت نازلة على سوريا بقى. رحت حلب وأعلنت موقفي إن أنا مع الدولة السورية من ساحة صعد الله الجابري، دي زي ميدان التحرير كده، وأمم لا إله كانت هناك. تعرف حلب بتدفع ثمن طبعا جزء كبير منه لأنها هي مولية لنظامها ولدولتها. فرحت ودخلت بقى بيوت، ورحت وجيت لفيت قرى سوريا، رحت في الآخر لخطوط التماس، موجود على اليوتيوب. قعدت مع الجيش السوري في حرب العصابات اللي هو عايش معاه، مع مباشر مع المسلحين. موجود خطوط أمامية، خطوط حرب عصابات يا يوسف، مش يعني مش جيش نظام وجيش نظام، لا احنا داخلين مع الجيش السوري حتى بيحارب، حتى الجيش العربي السوري جيشك الاول مجموعه مرتزقه مرتهنين لدول اقليميه عربيه معروفه هي مين، كل الناس بتعرفها. وبيحارب ضد كل العصابات اللي جات، دول عربيه هي اللي بتمول الميليشيات. في بص طبعا في زي مين، بص يا يوسف انت عارفها وانا عارفاها، انا هقول لك حاجه. قطر، اصل سوريا ما بقتش دلوقتي الميليشيات هناك مش تبع، يعني كل دوله ليها ميليشياتها، كل دوله ليها ميليشياتها. امريكا قررت انها بعد حرب العراق ما تخسرش ماليا، فقالت لك نخليهم يضربوا بعض في بعض، يعني في مين يسلح، في مين يدفع فلوس، في مين يورد اللي هم بسموهم المجاهدين، أو يورد العنصر البشري بالظبط كده. في الدولة اللي هي تدخلهم من الشمال اللي هي بتاعت تركيا العثمانية، اللي هي مساحتها 800 كيلو، ده هتحكمها ازاي يعني. وعندك جنوب الأردن، في الجنوب الأردن طبعا هناك قاعدة كاملة للموساد العربي الغربي، قاعدة ادي الجنوب، وادي عندك الشمال تركيا، وعندك برضو ناس بتتهرب كانت من العراق، من كل الدول العربية راح ليها اللي ما يسمونهم المجاهدين. بعد كده لقيت بقى بين كل ده، حتى الفلبيني، حتى هنود حاجة، ده بيقولك واحد مجاهدين منهم وهنود هناك. اقول لك على حاجة ده بجد، والله العظيم انا شفت معتقلين، انا قلت لهم عايز اشوف الجنسيات. شفت فرنسويين، شفت امريكان، انجليز. سمحوا لك بالتصوير لانه تشوفي ان تصوري الناس؟ ما صورتش ده، بس انا خدت، كان في مصوره في خطوط التماس، خدت منه ربع ساعه، لميت الماتيريال ونزلته على اليوتيوب. كنت برد فيه على ناس اللي هي قاعده المعارضه بره، واقول لهم طيب انا مواليه لدولتي العربيه السوريه ونزلت على خطوط التماس، كان ممكن رصاصه قناص تشيلني. ما هو حصل بعد ما رجعت بشهر، دي أعمار الضابط اللواء حسين إسحاق اللي هو كان مسؤول عن خط التماس ده استشهد هناك. كان ممكن أنا أبقى في نفس اليوم هناك فإيه يعني، لولا أنا مقتنعة باللي أنا بعمله. فأوكي أنا مع دولتي، ونزلت لجيشنا العربي السوري، وقفت كتف في كتف معاه. تفضلوا، أنتوا مش بتقولوا عندكم أماكن محررة وأنتوا مسيطرين عليها، طب روحوا دعموا ميليشياتكم والمرتزقة بتوعكم ومن حباهم من أطراف، كان فنية نخبوية أيا كان، ما ينزلوا، ما ينزلوش ليه. فده اللي أنا كنا متكلم فيه. إيه فمش عارفة قطر بس اللي بتدعم لا بص، جبهة النصرة دي بتاعت قطر، السعودية طبعا طبعا، واخد بالك السعودية تمويلها تمويل عالي جدا، وده معروف للكل يعني، مش حاجة مستخبية. يقولك بنسلح المعارضة المعتدلة، بنسلح المعارضة المعتدلة. ازاي معتدلة وبتحمل السلاح؟ لا مش بس كده، بتحمل السلاح، بتضرب، بتاخد اوردر، بتضرب، تفشل المفاوضات تفشل المفاوضات بين روسيا وبين امريكا. مين الضفر بتاع او الادوات بتاعت الدول العربية؟ هي ادوات اللي هي بتسلح وبتمول، و تروح السعودية تحرك الميليشيات بتاعتها، جيش مثلا مسمين أحرار الشام، مسلحين تسليح ما شاء الله يعني، فيبتدوا يضربوا على الأماكن المدنية اللي هي أماكن اللي هي تحت
رعاية الدولة بسموها تحت رعاية النظام في حلب، فيشيلوا الأبنية كتير قوي، ما هي شايفين عندك جيش الإسلام في دمشق في غوطة دمشق ده وكانت عنده فضيحة على اليوتيوب على الأموال اللي جات لهم واختلسوها، موجودة نزلت فضايحهم يعني مش عارفة كم مليون دولار اختلفوا عليها، ابتدوا يقتلوا في بعض. عندك جبهة النصرة بتاعت قطر بتمول جبهة النصرة وغيرها ميليشيات تانية فين؟ في الريف الشمالي بتاع حلب باتجاه تركيا. الإخوان هي عموما السمة الغالبة على كل الميليشيات هناك الدقون الحمراء، ها، وانه رايح يجاهد في فلسطين، راح يجاهد في فلسطين يحرر الأرض يحرر لا ولو حريات فوق بقى بعدد مهول. ما انت عارف، ما بتقلقيش من فكرة هجومك على دول عربية بعضها؟ انا ما بهاجمش، انا بقول اقر واقع، انا لا اهاجم بعضها نافذ بعضها ولا قوي ولا اهاجم. انا الدول العربية، الدول العربية ممكن انتقد سياسة حكومة الدولة، لكن انا لا، الشعب ملوش علاقة. الكويت لغاية دلوقتي، انا يوم ما عملت اخر لقاء ليا في السي بي سي مع لميس جات لي مكالمات قد كده من الكويت، من الشعب الكويتي. علاقتنا احنا كشعوب ببعض كويسة. انا لما انتقد اقر واقع، وهذا يعرفه الجميع، ان السياسية ان السعودية او قال او مالكي الجزيرة العربية، مالكي الجزيرة العربية اللي هم آل سعود، هم من يمول طبعا، وبيقولوا ما السفير الخارجية وزير الخارجية كل شوية بيطلع. لما تهاجمي عيلة مالكة لدولة عربية أنا لا أهاجم، أنا أقر واقع يا يوسف. ما بتخافيش؟ أخاف من مين؟ أنا ما خاش يعني قبل كده في ناس راحت لك عند الأوبرا، آه ومعروف كان وراها مين، كان في حد من تبعهم معروف. ناس ممكن تيجي لك عند البيت، ناس تيجي لك عند المسرح. اذا الله كاتبها لي، اذا الله كاتب لي اموت كده ماشي. لا ليه يعني؟ انا اقر واقع يا يوسف، وهم بيقروا فيها. مش كل شويه يطلع الوزير الخارجيه السعودي ويقول لك احنا محتاجين نزود تسليح المعارضه المعتدله، مش هو اللي بيقول؟ وانا بقول سر، هو معروف من الامير سعود الفيصل الله يرحمه، سياستها في مصر حاجه وسياستها في السعوديه حاجه تانية. بس انت كنت مع الثوره في مصر على سبيل المثال. انا بص انا ضد الثورات اصلا. اه بس الحقيقه انه ليك تصريحات. استنى بس، انا ضد الثورات، انا مع الاصلاح. انت اصلاحيه؟ انا اصلاحيه، انا ضد الثورات، وكاتبه حتى قصيده عاميه كده جزء يعني واخد بالك، بقول تبت يعني وقايله بقى فيها ليه هي اللي جابت لنا الثورات تاتيها يأتي. بس ايدتي الثوره في مصر؟ انا لم اؤيد اي ثوره في الحياه، ولا الثوره الفرنسيه ولا البلشفيه ولا اي لا اؤيد ثورات، انا اؤيد اصلاحات. اصلاح، شايفه الفرق في ايه؟ لا كبير يعني. الثورة دائما يعقبها خراب لمئات السنين، وبتروح فيها ضحايا كتير، وبيروح فيها دم كتير، على بن ما تشد حلها خد مئات السنين. ذنب ايه البشر اللي على يعني؟ انا ضد الثورات، ضد ثورة يناير، انا مع الاصلاح، ضد 30/6. طب 30/6 كانت ثورة وهدمت حكم، انتفاضة رائعة شعبوية حقيقية. 30/6 25 كانت بادرة انتفاضة حقيقية لأناس حقيقيين، لشباب زي الورد. حلو. دفعوا دمهم عشان يجي لو ناس. انه في انتفاضة حصلت في سوريا كنت تأيديها ولا لا؟ ده انا كنت اول المنتفضين ايام ما كنت في جامعة حلب. ياما مش ورانا في عز الشتاء وفي عز تلج الشتاء بخراطيم المية. هل تخليتي عن هذه الروح الانتفاضية لو صحت ابدا تعبير؟ ولو كانت، وانا قلت كده، لو كانت ثورة، مش ثورة، انتفاضة حقيقية حقيقية في سوريا لكنت أول صف، أول صف. خلي بالك بين قوسين، نسيت أقول لك حاجة وأنا قلتها قبل كده على التلفزيون، إن أنا كنت عضو مجلس قطر فاونديشن. عضو مجلس قطر فاونديشن. صحيح، أنت قلت لي كده مش كده؟ لا دي مش قلت لك، وقلت ده علنا عندي.
فكنت عارفة توجههم في فترة لما قامت الأحداث في مصر، وعرضوا وعرض عليا ان انا اروح اخد ابني، ما كانش فيه غير محمد معايا. كانت بوسينة بتكمل دراستها، بتعمل ماستر في نيويورك، وتميمة بتعمل ماستر في كندا، ومعايا محمد. وتعرض عليا اخد ابني واروح على هناك، وقالت لي حتى الدكتورة شيخة، اسمها الدكتورة شيخة اللي هي عمتها، قالت لي عندنا دلوقتي فتحنا فرع لهارفارد، انه ممكن تجيبيه هنا ويدوني واسكن هناك. وانا رفضت، قلت ما يحدث على الشعب المصري، انا واحده من الشعب المصري، لن اغادر مصر. فيما بعد حصلت بقى مكالمات بين ما يسمى القاسم، هذا البائع لكل مفاهيم الانتماء لارض هي اللي عملته، وارجع لفيديوهاته وشوف هو كان كيف كان يتملق. اصلا انا لم اتملق في يوم رئيس ابدا ابدا. شوف، ارجع لفيديوهاته وشوف كيف كان يتملق الرؤساء في سوريا. ليه قابلتي انك تكوني في مجلس ادارة قطر فاونديشن؟ كان لان هي اسمها ايادي الخير نحو اسيا، وعملنا الحقيقة شغل وقتها اخره كان لما العدو الصهيوني ضرب الفخورة للشعب، عملنا حملة للشعب الفلسطيني، كان فيها معايا برضو من مصر، من هنا كان في بعض الفنانين. امتى جالك يقين ان قطر تلعب ضد المصالح العربية؟ اما ابتدت الاحداث في مصر وقلت الكلام ده ومحدش صدقني، وقلت الكلام ده لابراهيم عيسى وما صدقش، وقعد يتريق، وقلت له ده فوتوشوب بتعمله، ما صدقش. يقول لي حاجة كده، يعني كنت انا على اطلاع من الداخل، من الداخل قطر، وكنت بقول المعلومات دي، وما صدقوش لا هنا ولا في سوريا. بالمناسبة على فكرة يا يوسف، ولا في سوريا صدقوا، لأن كانت العلاقات كويسة قوي مع الأمير هناك. طيب هروح لفاصل وهرجع بعد الفاصل أسأل، هو رغدة صدامية إلى أي مدى؟ كويس؟ بعد الفاصل. بدون رتوش مع يوسف الحصيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. يا ماما لسه معاكم في بدون رتوش، ولسه معانا رغدة. كنت بقول رغدة صدامية، وفي الفاصل قلت لك انت قاسية بالمرة. والله دي وجهة نظرك احترمها يعني، بس مش لا تشكل الحقيقة يعني. ساعات انت تقول عن السكر ليه القالب ناشف كده، بس مش كده؟ قالب السكر ايوه بيبقى ماسك نفسه ناشف كده، بس خلاص. لكن انت مش صدامية؟ لا انا مش صدامية، انا حد مسالم، الا بقى لما تيجي عند حتة بقى حد يبقى غبي، يبقى مش فاهم، يبقى مش مدرك، وبعد كده يقول لك اه كان عندك حق. او صدامية لما حد بيدوس لي على طرف، ببقى زي بص ببقى سوري يعني، ببقى زي الطور اللي هيخبط في اي حد، ما بفكرش. ايوه وبعدين انا هلهلية اللي بيقفد في قلبي بقوله تلقائية. اللي عندك بتقوليه؟ العامية هلهلية كده، بقول اللي بحسه بقوله. قولي لي عشان كده مش محتكة بالبشر كتير. قولي لي القصيدة اللي انا قلت لك عليها انت قاسية، اللي هي ايه؟ بص، اصل دلوقتي قصيدة بالعامية لما حصل دلوقتي اللي هي تناحر مذهبي، بقى في قنوات، بقى في تجيير وتطويع لشعب سني ضد شعب شيعي ضد ايزيدي، ايه ده، وبعدين يكفرك وناس اولياء عليك وناس. فعملت قصيدة بتقول له مذهب كافر مين، مذهب كافر مين يا ابن الكافرين، لما من ضلعك النجس خرجت الوف المشيعين، تكبر وتدفن اصول الدين، ملعون أبو البطن اللي لمك شهور تسعة وفي العاشر رضعك لبن شياطين، ملعون أبو الظهر اللي غرزك نطفة نجاسة في رحم أمك اللعين، ملعون أبو الوحش اللي ضمك لحضنه وحفظك كلمة أمين. انت مين ياللي عامل نفسك وصي على دين المسلمين، انت مين غير وريس ابن آوى سليل الديابة المتوحشين.
أما تغزل فتوتك بجهل وعيش الغلابة وتفرشها لهم بساط علاء الدين وتزوروا بإمضة جهاد وتطيروا فوق بلاد المسلمين مستني منه إهي مطر يا ابن آوى فوق رؤوس المؤمنين مستني إيه غير موت وخراب ديار مستني إيه غير بحور تبلع أمم لا إله من لاجئين مش غريب أما القريب قبل الغريب مش غريب أما القريب قبل الغريب ثواني كملتها طيب. فين؟ لا عشان أقفلها لك أهو مش غريب يسبق ويحلي بقه بأكباد الشهداء المذبوحين مش غريب لجل حلمك بالخلافة والريال والدولار تبيع فتفيت الحلم للمحرومين مش غريب لما كله بقى يسبح وراك بحمد الريال والدينار حتى النخب والمستسقفين فمش غريب التاريخ يرجع ويزور غزوتك ويكتبك من الفاتحين مش حاسه انها ممتلئه بالقسوه عشان كده قلت لك انت دي حقيقه ما هي الحقيقه استخدام المصطلح واللفظ والكلمه يا يوسف الواقع اقسى مهما عبرنا احنا بالكلمات الواقع اقسى الواقع اشد قسوه المشاهد الدمويه اللي بنشوفها فانتازيا ساركازم ايه اللي بنشوفه ده ايه اللي بيحصل شوي الرؤوس وقطع الرؤوس ويروح يكبر يقول الله أكبر ويقتل ويعلم ابنه زي يمسك السطور لا المشهد الواقعي أقسى بكتير من اللي احنا بنكتبه أو طيب. اللي احنا نقدر أصلا نعبر عنه ممكن تبقى القسوة أحيانا مقبولة في إطار وصف سياسي أو وصف لمشهد سياسي عام أو مشهد أنت مش قبلاه وما إلى ذلك لكن في خلافك ساعات بتحميلي قدر لا بأس بيه من القسوة خلينا نشوف الفيديو ده مع بعض أني هو وريهولك مش هيطلع ولا ايه محمد هو طموح انه يبقى رئيس جمهورية وماذا لو اصبح رئيسا للجمهورية ما بقعد في مصر انا اذا حمدين صباحي مسك بس ما بقعد في مصر في فيديو تاني خالص بعيدا عن الخير صدقيني لا مش ده الفيديو اللي انا كنت طالبه انا طالب فيديو تاني هيجهزوه يرضيهم بعيدا عن الـ 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 الموضوع بتاع الاستاذ حمدين وخلافك معاه لكن هرجع تاني انا ما عنديش خلاف مع حد اسمعني كويس بس قولي اقول لك انا ما بقربش عليك ما تقربش عليا انا ما بجيبش سيرتك الا لما تجيب سيرتي وتقول مثلا حاجه مش صح يعني تأذي إحساسي أو مش حقيقة أو تزيف وقتها لازم حصد هتقولي آسيا ممكن أبقى آسيا العصدها أنا قلت لك قبل شوية إيه قلت لك اللي بيدوسلي على طرف ببقى وحش ما بنشوفش حدش يقرب لك أبدا إنما تعالى تفهم معايا تناقش معايا طب هل أنت من المقتنعين بالقول الحفاظ على شعرة معاوية؟ مش في كل الأحوال بعيدا عن معاوية خلينا في الشعر ولا عايزة ولا معاوية أصلا أنا ماليش في معاوية أصلا خالص ولا أنا بس يعني ما بتحافظيش على شعرة معاوية لا اللي هو الحلول الوسط ما هو ده اللي أنا كنت بقوله لك في الأول تخشي في الصدام لحد نهايته لنهاية أخش في طريق بس ببقى عارفة أنه الطريق ده أنا اللي ماشية فيه حاساه متوائمة معاه حاسة أنه هو ده فما بحسبش بقى حسابات بقى خط يمين خط شمال وما بلتفتش ورائي يا يوسف انا مش عارف اذا كان الفيديو التاني جاهز ولا لا بس يعني يبقوا شاوروني انا التفاتات ورائي لا انظر ورائي اللي بعديه خلاص عديته ما بتقوليش يمكن الامور تنصلح بعد شويه انه يمكن الناس كل واحد فينا يفهم ان هو كان على قدر من الخطا فاكيد هيجي وقت نتصالح فخلينا لا في ناس لا يمكن ما نذبحش بعض لا ما نذبحش ولا بص يعني هقول لك حاجه انا اصلا ضد المشاهد او القسوه اللي بقول لك عليها ليه انا قلت لك قبل شويه ضد الثورات ومع الاصلاح كل حركه او حراك مرتبط بدم ما بقدرش انا عرفت هتجيب ايه ما بقدرش مع عمرو الليثي
يعني مش طيب. ليه بترجعوا بالدف... عارف اليهودي لما يفلس يدور في دفاتره القديمة يا عزيزة نشوف الفيديو مش بتضاف في دفاتر القديمة. لا يا عزيزة تعالي افتحي مواضيع جديدة. الفنانة أصالة أنا هاجم؟ آه أنا مهاجم لكن لا أحب المزايدة يا عمرو. هي زايدت في إيه؟ زايدت قالت إني أنا بص أنا قلت وأنا بدلق بيقولوا ايه مدب من أصالة لا أصالة لها لا أصالة لأحد يخون أهله ويخون وطنه أنا أعوذ بالله من كلمة أنا قالت رأيها معلش معلش أنا أعرفها جيدا سيدي ولا أريد أن أفتح لها ملفاتها وهي تعرف جيدا وأنا أنظر إلى الكاميرا لا أريد أن أفتح ملفات لا أريد أن أفتح ملفات لأحد ولا أريد أن أفتح مزايدات ولا أحد يزايد علي في درس طيب ده يمكن اللي بقول لك عليه إن هو في شيء عشان هي اللي ابتدت أنا ما ابتدتش هي اللي ابتدت مالكوا بتجيبوا سيرتي ليه خليكي في حالك خليكي في حالك وبعدين أنت ما شاء الله يعني في سكة وأنا في سكة يعني يمكن هي اتكلمت على مواقف لا او على اراء خاصه بحيازاتها الشخصيه حره يعني. انا عندي اصدقاء معارضين معارضه الحقيقيه داخل دمشق بتواصل معهم عندك اصدقاء نعم من المعارضه ايوه ايوه طبعا ولا زلتم على ايوه صداقة. ايوه صداقه طبعا وقدر من الود وقدر كبير من الود وبتجمعنا دايما جلسات وقعدات وكلاب بالمناسبه يعني حتى هم عندهم كلاب زيي انت بتحبي الكلاب جدا عايز ابقى اتكلم معاها عشان دي مقوله تخوف كده لكن هم داخل سوريا مش قاعدين في الدوحة أو في تركيا عند الإخوان أو عند لا أو في باريس أو في لندن أو في ألمانيا المعقل المعارضة وقاعدين في مصر فين المشكلة ما ماشي أنا بتكلم على الخطوط العريضة لما تبقى خطوطك عريضة ماشي إنما خطوطك ضيقة وحارتنا ضيقة ونعرف بعض ما تقربوش عليا لا أنتي ولا غيرك ولا أي حد مالك ومالي خليكي في حالك وانا في حالي يلا رغدة ملهاش مسكة ملهاش دراع يتلوي لا اقول لك حاجة طول ما انت ماشي محدش له عندك حاجة تدب صباعك في نني عينه لو عمل لك كده تقول له نزل صباعك صباعي زي اكتر محدش والله اقول لك على حاجة وانا دايما اقولها اللي عنده حاجة يطلعها لي خسرتي قد ايه من الصدام خسرت ماديا كتير بس ما يهمنيش كسبت نفسي كسبت وطن كسبت احترام الناس دي اهم حاجه عندي كان ممكن تبقي النجمه إيه رغده صاحبه الملايين طب هقول لك حاجه انا عندي ومشايله للذكرى ايه عرض كان جالي من شركه اعلانات طبعا يعني شركه امريكاني لكن هي وراها كانت قطر زي ما حصل لناس كتير مش هقول اسمائهم يعني اوكي عندي موجود العقد لغايه النهارده وبالمبلغ اللي انت تحطيه عرض مليوني لا يمكن اكتر لا مش مليوني بمعنى مليون يعني عده ملايين كتير اكتر حبه كويسين جدا ها. جدا وقلتي لا اكيد لا اكيد لا عارف ليه ليه هقول لك تخيل انه اللقمه دي هتبقى متغمسه بايه يا يوسف بايه بالدم السوري بالدم السوري وأنا بقولها من هنا من يطالب حتى لمن وقف مع دولته السورية ويقول مثلا جملة إيه ده إيه ده إيه ده من يطالب بحقه بحق في إنه يتعوض بأي شيء من دولته ها أقول له جات كسر حقك ليه لأنه اللقمة هتبقى متغمسة بدم وأنا مرضهاش على أولادي رغد قالت انه الكلاب اوفى من الرجاله ولا لا وبعدين هنكمل هروح فاصل ما قلتش كده مش كده بالظبط يعني مش بالظبط قوي يعني طب خلينا نروح لفاصل يعني انت بتقفل دايما بافلات ايه قويه ها عشان تقوم تستمر عايز تقوم عليها الرجاله يا يوسف لا ابدا ما حصلش انا قاعد ولا حاجه خالص لا لا بنتقبل لا 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 يمكن اقول كده لا لا طيب خلينا هروح للفاصل هعرف الاول يعني هو قد يبدو شيء غريب عندك كم كلب وعايزه تتفرغي لحياه مع هذه المخلوقات الرائعه انا متفرغه تقريبا يعني بس خلاص اقلمت بقى
يعني ماشية الأمور كلها الحمد لله. وساعتها هنفهم مين فيهم أكثر وفاء. خلونا نروح للفاصل. بدون رتوش مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه معاكم في بدون رتوش ورغدة. احنا اتفقنا خلينا الكلام. شويه برتوش بقى لا ما عشان نرضي كل الاطفال. احنا مش هيفرق معانا الرجاله يزعلوا ما يزعلوش. انت كنت ايه البق اللي على موضوع البق بتاع انه الكلاب اوفى من الرجال؟ لا، هو الكلاب بصفه عامه اوفى من البشر الحقيقه. ودي يعني في كتاب يا يوسف قديم جدا بس مش فاكره مين المؤلف بتاعه. ماشي. اسمه فضل الكلاب على من لبس الثياب. كتاب فظيع كنت قريته من سنين على النت. شوف بقى بيتكلم على حوادث قديمة ازاي، حتى ايام الرسول عليه الصلاة والسلام ازاي كان هو يعني بيعتنوا كانت المساجد وقتها مش حصر اللي هو بسموه كانت بتبقى بجريد النخل. جريد النخل. فازاي كان يعني ازاي ما يخلوهمش يطلعوا في الشمس، ليهم جرار من الماء. غير الصحيح اللي بيقول لك بقى الكلب نجس ومش نجس والاشاعات ديت اللي هم اللي انت عارف بيتقال ايه يعني. انما في العموم فعلا عن تجربه، انا بقول لك عن تجربه اوفى من كده. انا عموما مش الكلاب بس، ما احنا النهارده لما فتح عولمه النت بقيت بتشوف فيديوهات لحيوانات اخرى فظيعه بجد، يعني حتى بما فيهم القرود. يعني امبارح وانا بكلمك قلت لك عندك دوشه، قلت لي اصل انا بشرب فنجان قهوه في كافيه جنبنا. ايوه معايا الكلاب بتاعتي. معايا العيال العيال. فانا جه في بالي البنات ومحمد. لا دولت بقى مش حطه. فقلت لك كلكم نزلتوا؟ قلت لي لا الكلاب. ايوه وهم عاملين دوشه في المكان. بص هي في يوم واحده العيال دول الصغيرين، الكلاب الصغننه ايوه اللي هما حجمهم ما بيكبرش. أيوة. فيهم واحده عشريه جدا. ما الكلاب دي شخصيات مختلفه زي البشر. ربنا قال في القران الكريم انما هم امم امثالكم زيكم زيهم عائلتهم وعائلات. ففيهم شخصيات مختلفه وطبائع مختلفه طبعا حسب برضو الجو اللي بيربوا فيه. بيربوا في بيت ايه؟ بيت هادي، بيت بيتعاملوا بقسوه، بيتعاملوا بحنيه. كلاب حنينين جدا على بعض جدا، بيوسعوا لبعض طبق الاكل. يعني بياكل هو شويه بيرجع، بتقرب هي بتاكل وترجع له. منظر يعني ما يحصلش بتايل مع البشر. فباخد الصغيرين دولت احب انزل اشرب في كافيه اسبريسو كده. ما بفضاش في البيت لان طول ما انا قاعده في البيت بحرك وافرك، يا نظف يا اغسل يا طبق يا شيل يا حط، انا ما عنديش شغالين. فباخد العيال الصغيره ديت في الكافيه ديت وهم بقوا اصحاب مع الستاف هناك. فيهم واحدة بقى ديت عاملة قلق في ايه؟ كل ما بيخش حد عايز اسلم عليه. يا اخي طيب في ناس مش بتحب اي زبون لازم هيتسلم عليه. ما عندناش هزار. لازم. كانها يعني صاحبة بيت. تستقبل الناس. تستقبل الناس. في ناس بقى عندها هناك باصحاب اللي هم دايما بينزلوا الصبح، انا بنزل الصبح. واخد بالك؟ وساعات بنزل بعد الظهر على حسب، انما عموما الصبح. ففي زباين معينه يعني في مثلا دكتور صديق بينزل على طول بياخد قهوته هناك، مش عارفه مين، في بنتين يوميا متواجدين وهكذا. فخلاص دولت بقوا يعني عرفوها خلاص، اول ما بتشوفهم بترد وتقعد على حجرهم. التاني بيفضل معايا. واخد بالك؟ هم طبائع مختلفه، واحد نفض خالص ما بيروحش عند حد، تندهله ما يردش ولا كانك موجود. ده تقيل ما بيعملش. منفض كده. بس لو حد داس له على الطرف ده مثلا ده خرابي على حجمه. لا يمكن يعني تخيل الحجم الصغير ده ما بيشوفش حجمه والله، مصدق ان هو كبير. مصدق ده بيهجم. بيزوم على عندي انا وحش متضرب. عارف بزوكا. انا بازوكا. بازوكا. ما شاء الله. تخيل لما ده اللي قد البطيخه يزوم على الكبير على الاسد. بيبقى ده الرود وايلر معروف انه تاني اشرس كلب في العالم. صحيح. فالتاني بيفضل منفض له انا اقعد اتفرج بقى، ينفض له يفضل يزوم ينفض له لغايه بيروح بقى ليشه بايده كده. وراكب عليه يروح مطبطب عليه بس كده. لا نايم فوقيه بس فعلشان اخلصه من تحتيه. حكايه فيلم بس ما بيأذيهوش. بمناسبه الافلام
الشغل بقى يعني انا عارف ان في المسرحيه والبروفات. الشغل دلوقتي مسرحيه الام شجاعه ديت اللي هي مطابقه تماما للواقع وما يحدث في الواقع بالملي بالملي. هو عامل لها ادابتيشن عاميه لغه عاميه. محمد عمر كاتبها بشكل لذيذ جدا على فكره. بس تبقى صعبه ولا ايه؟ صعبة الدور يعني. مسرح بريخت عموما مسرح صعب قوي. هي بص هو بريخت لما كتبها كانت اياميها الحرب الكاثوليكيه البروتستانتيه ودي اروع حاجه كتبها بريخت مش كده. كان الشجاعه دي تروح عند البروتستانت تجره الحرب. يومها اكثرهم النهارده حتى من المستسقفين يعني. والاعلاميين والبطخيين وال بتعتقد ان دول يعني لوردز امراء حرب يعني. طبعا هي الامراء الحرب بس النفور ايش خبطنا احنا في السكه. لا 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 ما احنا يعني ناس طيبين. لا والله ما قصدي يا يوسف اسمعني. فهي الام شجاعه هي تجره حرب. بتدوس على الجثث وبتبيع بتشتري وبتبيع كل حاجه من شنكه الابره لرزعه الصاروخ. من رزعه الابره واسال عليا يقولوا لك احسن بضاعه من غير لكاعه تلاقيها في مول الام شجاعه. واخد بالك يا السجع شغال في المسرحية. فهي هنا مش مذهبين احنا مش محددين مذاهب بتتصارع. وكل شوية ميليشيا بتخش على ميليشيا ميليشيا بتدحر ميليشيا. انت عندك ميليشية داعش بتدحر جبهة النصرة شوية جبهة النصرة تدعش على جيش الفتح شوية على لواء احرار مش عارف. وهكذا ميليشيات مرتزقة كلهم مرتزقة كله بيتصارع مع بعض كله طبعا. فهي بتبيع للكل كويس وبترفع الاعلام على حسب الميليشيا اللي جايه بتقول له طبعا قولوا لي ده تبع انهي مذهب. يقول لها الخامس. تقول له ما تودوناش في داهيه الخامس ولا السابع حدد عشان ترفع الاعلام الشغلانه تمشي. امال تقول له احنا ما يهمناش انا ماليش في القلوب انا ليا في الجيوب يا باشا واخد بالك. ده منطق شجاعه. فالمسرحية الحقيقة مكتوبة حلو قوي قوي كويس قوي لغاية مولدها التلاتة آخرهم البنت الخرسة بتاعتها لما بتتقتل بتقعد بتنوح عليها شوية وفجأة بتلاقي قافلة جاية هتروح تجري بالعلم عشان تبيعهم تقول له أهل القرية تفنوها أنتوا تفنوها أنتوا ما الحي يبقى من الميت. هم دول البزنس شغال طبعا. فالمسرحية إن شاء الله زي ما قلت لك هنفتحها على العين. عندي إن شاء الله في دلوقتي سارة وفيق مخرجة عظيم مع احمد ثابت ومعهم شاب سيناريست جديد بس كويس عمل له تجارب في السينما والمسلسلات. بيكتبوا دلوقتي حاجه اسمها دار السعاده مسلسل بيتكتب ان شاء الله يبقى يعني ده مقدر ليه ان هو يتعرض قبل موسم رمضان اللي جاي. لا انا مش دعوه بموسم رمضان انا مش دعوه. ما تحبيش الزحمه. شوف زمان كنا نشتغل ما كانش في حاجه اسمها موسم رمضان. كانت الدراما يعني انا عملت مسلسل اسمه عصر الحب بتاع نجيب محفوظ ما تزعش في رمضان. ما تزعش في رمضان كان عادي حقق نجاح زمان. اصل زمان كنا بنتفرج على التلفزيون طول السنه بنتفرج على المسلسلات طول لسه السنه. لسه بقول لعزيزه في السكه ما سالتش نفسك في يوم يا يوسف وانت برضو اعلامي مخضرم وكاتب رائع ربنا يحفظك ومفكر ايضا يعني بتنكش في حاجات ساعات لا تخليني اصدق وبتحط صباعك دايما في جحر التعابين ليه؟ <وتلسع. تصفيق> ليه؟ ليه ليه تحولت الدراما لموسم رمضاني تحديدا في المنطقة العربية؟ ليه؟ أنا بسأل تساؤل. هو تساؤل أنا بشوفه قصر نظر الحقيقة. قصر نظر أنا بشوفه ما بشوفوش كده ما بشوف كده. يا راجل ده شهر المفترض شهر روحاني. بتشوفيه إيه؟ شهر تطهر شهر تقعد مع نفسك كده ومع الخالق تقعد كده في يعني في حالة تأمل وسكون في حالة سكون في حالة هدوء. إنما بقول لعزيزة وإحنا جايين في السكة هذا السعار واللهاث من مسلسل لمسلسل لبرنامج لبرنامج إيه فيه؟ ده برضو الأم شجاعة يعني ده مش تغييب شغل يعني طبعا. ما ده اللي أنا قصدي الأم شجاعة الأم شجاعة. طيب ده كده مسلسل جاي في فيلم بقى في مضيت فيلم اسمه مبدئي شارع جامعة الدول. وأنا تخصص أدوار صعبة الحقيقة كما جرت العادة. لا بجد ده حقيقي كما جرت العادة أدوار صعبة. دور بياعة جرايد وليها قصة يعني كل شرائح المجتمع رغبة بياعة جرايد. بتضحكوا علينا بقى ولا ايه؟ ليه انت ما شفتنيش في عيون الصقر؟ بس مش بياعة جرايد. لا ده شخصية كانت برضو يعني أنا ست بيت. شفت لي اسطبل عنتر؟ شفت اسطبل عنتر. طيب. ماشي بنت الحارة اللي هي ربت شباب في بيطلعوا رجالة في الآخر
ازاي؟ فالمره دي بيعت. هو انا الام شجاعه؟ لا بس برحت. معلش انا بتكلم على الادوار، تعالى شوفني عامله ازاي، ده انا هطلع شبه مشوهه يعني. امال مش هتطلع كده يعني. هيبقى اخراج مين الفيلم؟ الفيلم خالد بهجت. كويس. بس بقول لك شرائح نماذج من شرائح كثيره في المجتمع المصري تصب في هذا الشارع، وكل واحد له حكايه. حلو قوي. والدور حلو قوي، وان شاء الله بس ربك يسهل. و نقدر نقول انه المقاطعه اللي اتكلمنا عليها في اول من بدري، لانه مصر تبقى مصر شئنا ام ابينا. لما مصر بتفرض فنان، بتفرض وجود فنان في من خلال اعمال جيده، صحيح قلت الاعمال ما كانتش زي الاول بقى، واخد بالك، انما بعد كده اشتغلت في مصر فتسوقت الاعمال لجودتها لأسمائها. يعني لما أعمل القرار الأخير لنجيب محفوظ فتشتريه دبي وتعرضه، لما أعمل الشك وينال هذا النجاح جدا ما شاء الله كويس فعلا، فتعرضه الام بي سي. غريبة برضو الحتة الأخيرة والله ده اللي حصل. صاحبة الهجوم الضاري يعرض لها مسلسل على مش هجوم. أرجع أقول لك ما هوش هجوم، لم أهاجم، أنا لا أهاجم، أنا أقر بواقع، ولما بحكي بحكي من واقع. كل تصريحاتك دي كلها مش هجوم بالنسبة لك؟ لا لا مش هجوم، لا 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 خالص، أقر بواقع يحدث، مش أنا اللي بقوله، تلفزيونات مفتوحة هي اللي بتطلع الأشخاص اللي بيحكوا، فأنا بنقل عنهم، أنا أنقل عن ما أشاهده في التلفزيون، وأنا متابعة للأحداث طول عمري، متابعة جيدة جدا للتلفزيونات برا قبل جوه على فكرة. طب بالمناسبة وبالذمة كده، ما تخافيش وبعد الشر عليك، قلت لك انا ما بخافش غير من خالقي. من مصير ذكرى؟ لا، يبقى ربنا هو اللي كاتب الاغتيال غدرا غدر في الاخر. طب يواجهني يعني، تم ترويق قصه حول مقتل ذكرى بعيده عن الواقع الحقيقي. معرفش. الواقع الحقيقي مؤلم وشرس وكارثي. اسمع يا يوسف، خايفه من نفس المصير ولا لا؟ يوسف اولا لا، الحمي ربنا، ما حدش بيموت غير في يومه. بعدين انا معايا بازوكا مدرب على اعلى مستوى، اسرع من طلقه المسدس، دفع فيه دم قلبي. ايه رايك انا بصرف على بازوكا ده، ممكن اشيلها من بقي واصرفها عليه. يجرب اي حد، يجرب اي حد يجرب، لكن في النهايه انا بقول لك انا عندي بص، من وانا صغيره عندي قناعه كامله مع تجاربي. مش انا كنت في مواقع خطر جدا قبل كده، وكانت طيران الإسرائيلي يا راجل في الضاحية الجنوبية شدوني شد خلاص يعني، فوقنا والبتوع اللمض الحمراء ديت، النار الحمراء اللي بتنور قبل ما تضرب القذيفة فوقينا. ما وكل يوم كنت نازلة عن صديقة اسمها ليندا في ساقية الجنزير، فكل يوم أحط اللابتوب وأكتب الوصية، أصلح أرجع أصلح في الوصية حاجة، فقالت لي بطلي بقى، بطل كل يوم اقول ايه انا نسيت، مش عارفه فيه، نسيت الراجل اللي هو كان بيشتغل عندي زمان غلبان وعنده عيال، اكتب له مش عارف. والله العظيم كل يوم اظبط في الوصيه بتاعتي، لابسه كفني ونازله، ما تعرفش انت الطيران الاسرائيلي. العمر والبركه في العمر. طيب. فلا ما بخافش، بخاف الكراسه اللي فيها الاشعار دي، انا عارف ان في قدها قد كده اهو. لا كتير، انا قاعده دلوقتي برضو بص انا بعمل 20 مليون حاجه، عشان كده نومي قليل، بفرغ. مش أنا قعدت فترة طويلة أكتب في بعض المجلات والجرائد العربية، وكنت بكتب برضو عن سميح القاسم في النصرة، فلقيت كمية مقالات تصلح للنهاردة جدا. تصور يا راجل، هو كان ما تغيرش كتير، هو فتصور مقالات من إمتى تصلح للنهاردة؟ بتفكري تعملي إعادة نشر ولا إيه؟ أطبعهم بقى، فبعمل تفريغ قصائد لوحدها، مقالات لوحدها، قصص قصيرة. ده هنعتبره مشروع مؤجل ولا مشروع لا قائم لا. العمل عليه؟ قائم العمل عليه دلوقتي، مش هيتأخر علشان خاطر إن شاء الله، إن شاء الله الفيلم، إن شاء الله، إن شاء الله العرض اليومي بتاع المسرحية، ودي حاجة صداع قد كده هو. معلش زائد إن شاء الله، إن شاء الله. أنا متعودة على التعب يا يوسف، أنا حد شقيان بجد، أنا حد يظهر غوية زي بنتي بتقولي أنت زي ما تكوني مغناطيس للحاجات لحاجات الصعبة. يعني زي بحكي لك على القصه اللي انا حكيتها لك بره في البتاع، يعني
بشد الاشياء ديت ما اعرفش ليه. فانا غاوي خلاص قدري ماشي. انا المشاكل بتتشد لك ولا بتدوري على المشاكل؟ ابدا. اهو ما انا رحت مطعم الفول مش حكيت لك؟ حكيتي لي. انا رايحه اكل لقمه. تخوف. طيب انا رايحه اكل لقمه، حد يخبط فيك في الطريق كده، ف انزل الاقي السفاره الالمانيه. على فكره اذا كان حد سمعني يوصل الكلام ده لغايه ما انا اروح للخارجيه. هل يعقل انه هل تستطيع السفاره المصريه في برلين او في المانيا انها تقطع نص الشارع تاخده، انها تقطع شجرك تقدر السفاره المصريه في برلين انها تقطع شجر الماني عمره 400-500 سنه؟ احنا مستحيل، ما اظنش نعمل كده. انا بقول لك انا بسالك، تقدر؟ هل تقدر امن السفاره المصريه يطلع يهزق حارس الماني واقف بيحرسه بره ويبهدله؟ السفاره الالمانيه عملت ايه؟ السفاره الالمانيه عامله كل ده، كل ده لدرجه ان انا ماشيه بكلبي بمشيه الساعه 2 بالليل حوالين ما في الزمالك، فعديت من قدام السفاره الالمانيه فلقيت بقى قصه كده. فبعد ما مشيت 5 متر ما قدرتش، لما طقت في ودني تهزيقه ده حرس الحارس المصري الغلبان اللي جاي من اخر الدنيا في عز الحر عشان يقف بإزازة مية سخنة بيشربها بيبدلها مع زميله، بخلاف انه يمثل السلطة المصرية. والله اقول لهم الكلام ده، فوقفت ما سكتش بقى. وكانت قصة وليلة ليلة. مش انا بص ساعات اقول نفسي انا دونكي شوت، تحاربي طواحين الهواء. على ما يبدو، على ما يبدو. ابص الاقي الحي، الحي في الزمالك بيقطع شجر عند جنينه الاسماك قديم برضه، كارثه. 400-500 سنه يا راجل عشان يحط مطرحه اعلان؟ ده احلى شوارع كانت عند جنينه الاسماك دي. طبعا شارع برلين ده من احلى الشوارع. ليه عملت لك ايه الشجره دي عشان تنشرها نشر؟ اقف برضه اتخانق معه وما خلوهوش ينشرها وتحصل مشكله، ما خليتوش. مش فاضل غير 3 شجرات في الشارع يا رب. طب اخيرا في قبل ما نختم الحلقه دي او احنا بنختمها، ما زهقتيش من انك تبقي دايما دونكي شوت وانك تحاربي طواحين الهوى وانك تدفعي اتمان لمواقف وانه ما يبقاش في فلوس كما كان يجب ان يقدر لك؟ لا لا لا، يعني ملعون ابو الفلوس يا يوسف. بص ربك هو اللي بيرزق طبعا، كله عند ربنا. رزقك وانت قاعد يجيلك لحد عندك. ما تعبتيش؟ ما زهقتيش؟ لا ما حسيتش انك عايز تاخدي شويه استراحه كده؟ لا لا انا مستريحه. ما انا ما لو ما اتخانقناش في السياحه بنتخانق، قصدي في السياسه بنتخانق في الشارع. مش خناقه. طيب انت معدي تقدر تشوف انت مجند او في القصر العيني وفي كل حته؟ مش ممكن. الراجل طيب راجل مات، راجل ما تسعفوش ما تاخدوش في تاكسي؟ تسعفه وتاخده في تاكسي. في ناس كتير تقول يا سيدي ريح. لك وانا مالي؟ لا ما اقدرش. ربك بيحطك في سكه حد تخدمه. انا دايما وانا يعني اكتر حاجة بدعيها دايما أقول له يا رب ارزقني خدمة الآخرين، ده رزق. 35 سنة في مصر، ده السؤال اللي أنا مش هفوته بقى حتى لو إحنا خلاص بنختم. 35 سنة في مصر، إيه أكتر حاجة لفت نظرك في سلوك المصريين سلبا؟ إنهم اتغيروا، ما بقوش زي الأول. كنت زي في الشارع ملوش دعوة بحد، بيخافوا يا يوسف. يعني الحادثة اللي حصلت ديت، الراجل اللي مات، الشخص اللي مات بالجديد اللي مات ومحدش اتحرك خالص ولا حد. انا اللي نقلته، انا واحمد ابو عميره والمساعد المخرج اللي نقلناه في تاكس. هما يعني حكيت زي ما حكيت لك، بيقول لي ضابط المباحث بعد كده، وقلت لك لما وصل المستشفى كان ميت، واللي كان اتبهدل وهو على الكرسي في مطعم الفول على بال ما يجي الطب الشرعي فالحمد لله ربك يظهر بيحبه انه يلاقي حد غلبان زي ينقله المستشفى. حاسه ان الناس بقى عندها عدم اكتراث خالص. اقول لك حاجه، على ما يبدو هم عشان احنا رحنا من اسم لاسم عشان نثبت حاله بقى، واخد بالك؟ فعلى ما يبدو بيخافوا بقى، يقول لك لسه هروح واجي منفض بقى. يا سيدي يا سيدي انا مالي، كلمه انا مالي. بص انا كلمه انا مالي بتجنني دي. لا انا مالي، انا مالي، انا مالي، ده انا مالي ونص، انا مالي وثلاث ارباع. يا ستي نورتينا تعيش يا وشرفتينا والله بجد، كل الشرف. اتمنى لك التوفيق اتمنى لك التوفيق، وانك انت هتعمل شغل حلو في المحطه هنا ان شاء الله،
وعشان التحدي تستاهل يا يوسف. يا رب يخليك، نورتينا وشرفتينا وساعدتينا ودعمتينا، ونشوفك دايما على خير. احنا في انتظار المسرحية ان شاء الله، ان شاء الله العيد اللي جاي، ومسلسل وفيلم. يقول يا مسهل، ويا رب يا رب. الف شكر ليك، تعيش يا يوسف. كل سنة وانت طيب. وانت طيبة، ورمضان كريم عليك وعلى الجميع. يا رب كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم، دي كانت اول حلقة من برنامجنا بدون رتوش. هتستنونا دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في كل يوم من الحد الخميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل، فقط على نجوم اف ام ورمضان النجوم. سلامات. كنتم مع بدون رتوش مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، رمضان النجوم.